kami panggil Qori dengan nomor peserta TQ438 untuk memasuki mimbar tilawah. Dewan Hakim yang kami hormati, Qori dengan nomor peserta TQ438 akan membacakan surah Al-Muzammil ayat 1 dan seterusnya pada halaman 574 dengan komposisi lagu Bayati Nahawan Ros Soba. Qori dengan nomor peserta TQ438 akan membacakan surah Al-Muzammil ayat 1 dan seterusnya pada halaman 574 dengan komposisi lagu Bayati Nahawan Ros Soba. Untuk bersiap-siap, peserta dengan nomor TQ427. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا أشد وطئا وأقوم قيلا في النهار سبحا طويلا
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم.